انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا انس ولا جن؟ ولا ده ولا ده ولا ده. احنا سعيد زياد وما تلتش كتير في الحديث. انت ما دحش منك ليه؟ هو ايه اللي ارتب وما تلتش في الحديث؟ لا هلت في الحديث بقى لما اشوف هتعملوا معانا ايه. تحب اسوق انا ولا الجحش؟ عيب يا بمبي، عيب، دول ضيوفنا. على فين العزم ان شاء الله؟ سهاد بلد المواويل. طب اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا يا ريس. يا باشا ايه يا جماعه، انتوا بتتخانقوا وانتوا نايمين ولا ايه؟ لو سمحت معلش بس ممكن تصحى تقول لنا هتخطفونا فين عشان ماشي ومش عارف الطريق، وبعدين كمل نوم عادي. احنا وصلنا خلاص، اركن عند الدار اللي هناك دي. ايه ده السرعه دي؟ يا ريتني سالت من بدري يا اخي. هو في ايه يا جنبنا؟ الناس دي عايزه ايه؟ الناس دي عايزه ايه؟ انا قلقان قوي. يا سلام، قلقان قوي؟ لا باين عليك يا اخويا القلق. السلام عليكم. البيت تحفه ولوكيشن تحفه. ترى مأجره بكام ده؟ الرئيس متقال في ايه؟ الرئيس متقال في المقبرة تحت. ايه يا جماعة، هو مش الرئيس متقال مات الله يرحمه؟ ايوه يا عم مات، ما هو بيقول لك في المقبره تحت، مستغرب ليه؟ يا ريس متجال، يا ريس. ده بينت على مين ده؟ اطلع الجماعه وصلوا. يطلع فين يا عم؟ الحق يلا، ده طالع. طالع ايه يا جماعه، انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ سامعيني شو ليه؟ ايوه يا عم، ما المشكله اننا سمعنا. امال بيضحك على ايه؟ طب ندل دل قدام. بس اتفضل اتفضل. ايه ده انت هنا ازاي؟ اتفضل. انت عارفين المكان اللي انتوا واقفين فيه ده يبقى ايه؟ بيتهيألي دي القريه الفرعونيه فرع سوهاج، وبرضه اللي اتصور فيها رامز عنخ امون، صح؟ لو سمحت، لو سمحت يا ريس متقال، ممكن بعد اذنك كفايه سسبنس وتقول لنا انت جبتنا ليه من القاهره على ملا وشنا لحد هنا؟ احنا لازم نتفق الاول، هنبعت لك ميل في المنيو بتاعنا، هتشوف سعر فك اللعنات، عجبك السعر اتفقنا، ما عجبكش السعر نمشي ونسيبكم ملعونين زي ما انتم. اللي هتفصلوه هنلبسه، واللي هتطبخوه هتصحوا. انا رجعت ليكم، شوفوا انتوا عايزين ايه وانا تحت الامر. بقول لك ايه، افوتكوا عاد انا بقى عشان انتوا ايه تشوفوا شغلكم. بالاذن يا ناي. بالاذن ايه يا ريس؟ انت هتسيبنا فين؟ هنا في البيت ده، المكان هنا شرح وبرح، ده في كابينه فرنجي جد وفي شطاف. والدخول كابلز ولا فري عادي؟ الدخول كابلز. انت راح تسهر في الكابانيه؟ طب خد بقى عندك، وفي مقبره مفتوحه ووزه مدبوحه، ولعنة هتاخد اجلنا كلنا. ايه مش كل فيهم واحده، نعمل كل حاجه فيهم. انت لازم تقعدوا جنب المقبره عشان تتدرس لو في حل ولا حاجه. يعني انا امبارح فضلت سهران ادرس واحلل اللي بيحصل دهوت. اكمل كلامي ولا هتبص لي كده؟ لا انا بسمع كلامك. بس بص يا رسمة قلب، التفسير الوحيد للي بيحصل ده ان ده لعنه. الله الله ادريس، الله عليك يا حبيب والديك، هو ده الخطيب، هي لعنه. امال انت مفكر ايه؟ احنا ناس دارسه واحنا جايين نهرج ولا ايه؟ وبعدين برضو هتفهم كلامي بشكل منطقي لو شفت فيلم وانس اوبن تايم ان مقبره. مين اللي هو حدث ذات مره في المقبره؟ مين اللي هو اتعمل مصاحبه بعد كده عندنا في مصر، اسمها واحد فرعون والتاني ملعون، بتاعت محمد نجم وسيد زياد؟ الله ينور عليك، شفتها؟ لا. بص يا ريس، بحكم دراستي وخبرتي وتحليل انا للمقبره دي، اكتشفت ان هي مكان مقفول بقاله فتره، مفيش حد بيخش يفتح شبابيك، يهوي، يغسل مراتب.
مفيش الكلام ده ما بيحصلش. ريحتها كمان بقت قبر. اه فعلا، ده خلى الهواء اللي جوه المقبره يعمل نوع معين من البكتيريا النتنه بتمسك لا مؤاخذه في الزرع على طول، فتخلي صوتك مهزق زي ما احنا بنسمعه كده. قصدك مسرنك؟ صوتك مسرنك؟ ايوه صوتك مسرنك يا ريس فعلا. بص يا باشا، واكتشفت حاجه تانية بحكم دراستي للتاريخ الفرعوني، ان دايما الفراعنه كانوا بيعملوا افخاخ في مقابرهم عشان يحموها من اللصوص والحراميه اللي زيك. يا مين ايه؟ انا اسف على كلمه يحموها. بيتكلم عموما يعني يا رسمه قلب. وبرضه يعني معلش الفراعنه عندهم حق، ده الواحد بيبقى عنده عربيه فيرنا بيروح يامن عليها وبيكهرب الدركسيون وبيكلبش الكاوتش عشان ما تسرقش. فيرنتي هو كاوتشتي هو هبتي. يعني اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستلط عاجل. طيب والدليل اللي كان معانا وما ادلاش المقبره مات كيف؟ كيف كيف مات؟ مات كيف؟ كيف ايه يا ريس؟ يعني كان بيشرب مخدرات ولا ايه؟ مات كيف؟ مات كيف؟ ايه اللي كيف؟ مات كيف؟ يعني قضاء وقدر، انت هتكبر ولا ايه؟ في ايه يا ريس متقال؟ كيف؟ قدره كده، هو هيخلع اللي خلقه؟ لا ما يغلطش، ما يغلطش، ما يغلطش يا عم مبدل، ما تخلق. حسنين يا خال. الشاي اهو يا خال يا غالي. غلطي احلى كوبايتين شاي وقوم. هدا هدا ايه؟ ايه في حد هيحصل له حاجه تاني ولا خلاص كده؟ انت قتلته بالخطا انا شاهد. لا لا لا، ابو الهول عمره ما يقتل حد. يا مولاي يا مولاي، حزن الواد اختي مات، حزنت ابني وامي، حزنت ابني ومامات ورجلت راحوا بتغبطني. بالنسبه بقى الحسنيه رسمة قال، هل هو حد اداله بالفاس في راسه ولا هو اصلا مولود بيه؟ بس انا ما خدتش بالي بصراحه. ايه يا ريس بمبم، الاستاذ مصدق ان اللي بيحصل ده جدع وجدع؟ انا قلت لك من الاول ان هي لعنه. الحاجه كلها طلعت من المقبره يا خال واتخزنت، فاضلش غير اللي يشحنها على مصر للمشتري. انت خابر حسنين يا مختك ان احنا ما نقدرش نقولوها لحالنا عشان الحكومه. ما انا نشحنها ازاي دي تشل؟ لا بدي وعلشان احنا دايما إيه الاوائل احنا الوحيد. نشحنها في المخدرات باللي تحتيها. تحتيها المراتب؟ تصدق انت فيك روح من امك. كيف يا خال؟ ده موسى اهو اختك. يا سلام يا سلام، يعني الاعلان اللي انا عملته عجب الناس اهو وجاب لينا شغل. عجب الناس؟ ده واحد بس اللي شافه وشافه صدفه اصلا. انت مفكر يعني الاعلان كسر الدنيا؟ كتفوك ازاي يا كتفوني كده؟ من غير ما تقلع بقى. اكتم انتوا ايه؟ بررم بررم، مش عايزين نكمل الحكايه ولا ايه؟ معلش يا ريس متقال، قسم ومتعنا، قصدي كمل كمل وقول لنا يا ريس متقال، احنا مالنا ومالنا مؤاخذه بضاعتك. مالكم كيف؟ ما انتوا اللي نجلتم البضاعه، امال انتوا فاكرين ايه؟ اللي لعناه وما لعناه شيء، احنا اللي عاملينها عشان نكسب شويه وقت قبل ما نخزن وننقل البضاعه في عربياتكم. ايه كده المصاخيط كلها جوه العربيه يا ريس؟ عارف حسنين وحمدان فين؟ بيجفلوا الميك اب بتاعهم. لا يلا يا عرايس مش وقت حنتفه. يا رايك يا ريس نجنن كده مش كده؟ جميله يا روبي جميله. بقول لك ايه؟ قول اتصل بالرجاله اللي في المقبره خليهم يطلعوا الوزع. امرك يا كبير. وادع لهم ربنا يوفقهم. يا رب يا رب. احنا هنحصلهم على الصبح. طب والوزة وصوتنا اللي رفعت وصوتك اللي رفع ده كان ايه؟ عامل دايت؟ الهليوم. سلاما قولا من رب رحيم، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. خفيف على مين؟ بس الهليوم ده اسم كبير الجن. الهليوم اسم كبير الجن؟ أما الجمجوم ده ايه؟ اسم الشيطان؟ ايه الهليوم ده يا كبير؟
غاز الهليوم ما خبرهو شيء، ده اللي بنحطه جوه النفافيخ ونسحب سحبه ببقنا يقوم صوتك يسرنك. اللي في البالونه فعلا صوتنا كان مسرنك. ايوه انا صوتي طول الليل كان عمال يسرنك لوحده. برافو عليكم، مسرنك ولا متسرنك؟ احنا ضخينا الغاز الهليوم ده في كل البيت، راح صوتكم ماله سرنك. برافو عليكم. الله.